مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بلدنا الحلوة. النهاردة هنتكلم في مواضيع شيقة جدا تهمكم، ويعني وعدناكم بيها بقالنا كتير، يا رب إن شاء الله استفادوا معنا بيها النهاردة. لكن اسمحوا لي أولا أرحب بصديقي العزيز محمد أنور. أهلا وسهلا رؤيا، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. ما بين الحقيقة والخيال، ما بين الرؤى وتغاص الأحلام، هتدور حلقة أحداث النهاردة إن شاء الله من برنامجكم بلدنا الحلوة، وهنحاول نوصل المعلومة لحضراتكم عن الحاسة السادسة وطلاق الأرواح والفراسة وكل الأمور الغايبة والروح والنفس وكل الأمور ديت إن شاء الله. معانا في الحلقة دي معلومات جديدة ومعانا مفاجآت إن شاء الله، وإن شاء الله نزود حضراتكم كده بمعلومة جديدة وتكون مفيدة لحضرتك. طبعا وإسنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله العظيم. طبعا ده دليل على أن العقل البشري عمره ما يستوعب أو لسه ما استوعبش كل العلم اللي ربنا اداه للبشر. طيب إيه الدليل على الكلام ده؟ نقول لكم إيه ده حصل. يعني مع جيش المسلمين أيام الخليفة عمر بن الخطاب كانوا في المعركة. طيب إيه اللي حصل؟ هم تحاصروا من جميع الجهات لدرجة أن هم خلاص كانوا وصلوا لمرحلة أن هم يتهزموا. في الوقت ده كان سارية هو قائد الجيش في الوقت ده، تمام. طيب ايه اللي حصل؟ سارية خلاص قال ان احنا هننهزم، يعني خلاص احنا الجيش هيتدمر. سيدنا عمر بن الخطاب في الوقت ده كان بيخطب الجمعة، كان هو بيخطب بالناس الجمعة لصلاة الجمعة، تمام. فجاله يعني حاسة او حاجة ان سارية او الجيش هيهزم ومحاصر من جميع الجهات، وفي جبل هو شايفه او هو معتقد يعني ان في جبل موجود لو الجيش اتحمى فيه هي يعني الموضوع هيتغير تمام. فالآية سارية الجبل، هو قال كده وكمل صلاة الجمعة، وبعد ما خلص الناس بيسألوه ايه اللي انت قلته او ايه اللي يعني ايه اللي حصل. فقال لهم انا حسيت ان الجيش هيتهزم، خلاص الجيش بتاعنا بيتدمر، فحسيت ان في جبل جنبهم قريب منهم، ولو هم اتحموا في قلب الجبل ده هيحاربوا من اتجاه واحد بس، لكن لو هم ما احتموش في الجبل ده هيبقى فيه كذا اتجاه وهيتدمروا ومش هيبقى فيه جيش اصلا، هيبقى كله اتدمر. طيب سارية بعدها بشهر هو الصوت اللي سيدنا عمر بن الخطاب قاله وصل لسارية والجيش المسلمين، طبعا سمعوه رغم فرق المسافة البعيد قوي قوي قوي، لكن نفذوا اللي هو قاله واحتموا في الجبل. وبعد شهر من المعركة راح دليل لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له ان احنا سمعناك وانت بتقول الجبل، فاحتمينا في الجبل والمعركة طبعا اتغيرت تماما وكسبنا المعركة. طبعا معايا انت صديقي في فعلا ربيع زي ما تفضلت وقلت. طبعا ده الموقف ده بيدل على الفراسة اللي كان بيتحلى بيها سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. وهنذكر طبعا في شخصيات كتيره جدا بتتحلى بالفراسه، والفراسه دي جزء برضو من الروحانيات، بس زي ما عودنا حضراتكم بقى نبتدي نرصد الامور الحلقه عشان جميع الساده المشاهدين ما تتوهش مننا، لان الموضوع ده شائك جدا، وان شاء الله هيبقى معانا اتصال تليفوني من دكتور اخصائي باذن الله في وسط الحلقه. بس هنبتدي من الاول زي ما استاذ ربيع تفضل وقال، الروح ايه هي الروح؟ سبب ايه نزول ايه الروح؟ يسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليل. طبعا قريش حبوا يسألوا الرسول ويعملوا له اختبار، فقالوا يسألوا عن ثلاث أشياء صلى الله عليه وسلم، يسألوا عن ثلاث أشياء، لو جاوب عليهم الثلاث أشياء هو ليس بنبي، ولو جاوب لو ما جاوبش عليهم الثلاثة هو برضو ليس بنبي، ولو جاوب على بعضهم يعني وأمسك على بعضهم فهو نبي. طيب إيه هم الثلاث أشياء؟ معلومة برضو لازم نقولها. أول حاجة قالوا له يعني سألوه عن الفتية في يعني اختفوا في اول الزمان، دي اول حاجه. تاني حاجه عن ملك طاف الارض من شرقها لغربها، وتالت حاجه عن الروح، ويسالونك عن الروح. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلت اول ايه في طبعا في فتية الكهف، اللي هي طبعا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، اذ اول فتياته الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، الى اخر طبعا القصه بتاعت ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعه. انتوا عارفين طبعا قصه الفتيه اللي هم قعدوا في الكهف 309 سنه وربنا احياهم بعدها.
طيب دولت ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه الملك اللي هو طاف الارض من شرقها لغربها، احنا تحدثنا عنه في حلقه سابقه، في حلقه سابقه من هنا يعني في برنامجكم، وهو طبعا ذو القرنين. وذو القرنين هو احد الملوك الاربعه اللي حكموا الارض من شرقها لغربها، كانوا اثنين صالحين واثنين غير صالحين. احنا قلنا الصالحين اللي هو ذو القرنين وسيدنا سليمان عليه السلام، والغير صالحين كان بخت نصر وكان نمرود. طبعا احنا ذكرناهم في حلقات قبل كده، فاحنا نحاول ايه في عجاله سريعه. وتالت حاجه الروح. طبعا يسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربي. الرسول قال لهم الروح دي من امر ربنا سبحانه وتعالى، ومحدش يعرف عنها حاجه غير الله عز وجل. طيب هل الروح بقى ايه هي الروح؟ طبعا كل الناس اجتمعت، العلماء وكل الباحثين كله بيدور يعني ايه روح. الروح دي هي شقين. الروح اول حاجه وانت مستيقظ في حياتك اليوميه، وانت نائم. طب وانت مستيقظ اللي هو الروح، ان انت ماشي في طريقك بتعمل كذا، بيحصل اتصال، بتفكر في حاجه. طبعا وانت مستيقظ بيبقى فيه حاجات برضو غريبه عكس الحياه البشريه وعكس الحواس اللي احنا عارفينها. احنا فيها خمس حواس كلنا عارفينهم، اللي هو اللمس والتذوق والشم والسمع، يعني احنا عارفين خمس حواس اللي هم طبيعيه في اي بني ادم. في حاسه سادسه وهي حاسه التخاطر او التفكير، يعني انت لما تفكر في حد يفكر فيك في نفس اللي هو التواصل الفكري، يعني انت في نفس الوقت ممكن تفكر في حد بقالك مثلا 20 سنه ما بتكلموش، تلاقيه في نفس اللحظه بيتصل بيك، ازاي؟ دي برضو حاجات من الغيبيات اللي ما يعني العلماء قعدوا يبحثوا عشان يعرفوا السبب. طيب في شق تاني من الحاسه السادسه الا وهو الفراسه. الفراسه زي ما استاذ ربيع تقدم وقال، ان انت بتبقى قاري افكار اللي قدامك او قاري الموقف او حاجه هتحدث قبل حدوثها بفتره زمنيه. طبعا كان في طبعا ناس كتيرة في الشخصيات الإسلامية بتتحلى بالفراسة، منهم سيدنا عمر وقصة سيدنا عمر اللي ذكرها ربيع. وفي طبعا الإمام الشافعي ده كان يعني من أفضل الشخصيات اللي تتحلى بالفراسة. بما أننا ذكرنا فأقول حركة موقف اللي هو الفراسة. كان الإمام الشافعي كان ذاهب من البصرة لمكة المكرمة، فهو ماشي في طريقه لقى خيمة ولقى رجل قاعد أمام الخيمة، فقبل ما يخش كده عليه شافه كده، فقال بعلم الفراسة هذا الرجل بخيل، فدخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له أنا يعني بسألك إن أنا أقعد أرتاح عنك النهاردة. قال له اتفضل، وجاب له أوضة وحضر له الأكل الفطار وحضر له الغداء والعشاء وعمل له فرشة كويسة، وخد الناقة بتاعته أكلها وشربها وسخن له المية. الفيديو معاك عشان شو دي دراسة طبعا، دي دراسة طبعا اتعملت في جامعه امريكا. هنقول لحضراتكم الدراسه ديت بس بعد ما نحكي قصه الامام الشافعي في عجاله. فبعد ما اكرمه يعني وكل حاجه، فبينه وبين نفسه الامام الشافعي قال تعست علم الفراسه، يعني العلم الفراسه ده لا مش علم ولا حاجه، وانا كنت اللي بشوفه ده راجل كريم. صح يعني بعد الصبح بقى تاني يوم، فقال له انا خلاص انا هبتدي يعني اشد الرحيل الى مكه المكرمه، ولو جئت الى مكه المكرمه فاسال عن محمد ابن ادريس ابن الشافعي عشان ارد لك الواجب دوت. قال له انت خلاص يعني نويت على الرحيل؟ قال له اه. قال له اكيد يعني نويت على الرحيل؟ قال له اه. قال له طيب حساب الفطار بكذا والغداء بكذا والميه الدافئه اللي توضأت بيها بكذا والفرش انا وسعت عليك وضايقت على نفسي بكذا واكل الناقه بكذا. فراح قال الامام الشافعي ابتسم وقال فلتحيا علم الفراسه، يعني اللي هو حسه قبل ما يشوفه هو فعلا اللي حصل. فده علم الفراسه. نيجي بقى للشق المهم جدا اللي الناس كتير جدا بتدور عنه، اللي هو بقى يعني مش القصة، اثناء النوم. اثناء النوم بيحصل اتصال روحي. طب اتصال روحي هو في فرق ما بين النفس وما بين الروح. النفس في يعني النفس البني ادم دي النفس اللي هي كل يوم بتذهب لما تيجي تنام بتطلع بتموت. هو ده ربنا سبحانه وتعالى ذاكر كده، قال لك ان انت لما تيجي تنام بتموت. فالموت دوت مش الروح بتموت. عملوا دراسة زي ما احنا عرضنا لحضراتكم الدراسة دي في امريكا على في 2017، يعني دراسة حديثة على 2000 شخص اثناء وفاتهم. فوجدوا ان في نشاط غير ملحوظ ونشاط كبير جدا في منطقة الدماغ بعد كل يعني بعد كل الاجهزة اللي داخل الجسم بتموت. طبعا القلب، الدورة الدموية بتقف، كل حاجة بتموت في جسم الإنسان. هنعرض برضو فيديو دلوقتي للكلام اللي انت بتقوله برضو عشان الناس التقرير اللي هو فعلا الدراسة عشان الناس تعيش معنا بس. فوجدوا ان يعني الدماغ الفيديو زي ما احنا قلنا دي دراسة اللي بعد وفاة الشخص
عملوه على 2000 شخص، فبيقول لك بيقال ان هو بيفضل 3 دقائق في نشاط في دماغه، وبعد كده الطاقه الكبيره قوي اللي في دماغه دي اللي بتقعد 3 دقائق لا يمكن تموت، اللي هي الروح يعني. والنشاط دوت نتيجه ان هو شاف حاجه غريبه او حصلت له حاجه غريبه جدا، فبالتالي بيحصل النشاط العالي دوت والحاجات الكبيره ديت. فده العلماء اللي هم ما عرفوش يعني ما عرفوش حاجه عن القران وكده. فطبعا ده مذكور عندنا ان الروح غير النفس، النفس بتموت انما الروح ما بتموتش. فطبعا يا ربيع احنا يعني الموضوع ده شيق جدا. خليني كمان ابسط للناس موضوع التخاطر برضو من وجهه نظر، يعني ان عمليه التخاطر ده هي ايه التخاطر او هي عمليه التخاطر؟ هي انتقال الافكار من عقل شخص لعقل شخص تاني. ازاي الكلام ده؟ بالرغم ان هم اصلا يعني بتفصلهم مسافه كبيره جدا. يعني مسافه كبيره بين الاشخاص شخص وشخص تاني. بس الافكار بتتنقل بين العقل ده والعقل ده. هو ده هي دي عمليه التخاطر. طيب احيانا بيحصل معانا ان تلاقي مثلا ايه ام او زوجه تتصل بابنها او بزوجها تقول له انها حست انك تعرضت لحاجه مزعجه او تعرضت لشيء ما. دي بنسميها الحاسه الست. تمام. طيب انا هحكي لكم يعني قصه قالها لنا الدكتور مصطفى محمود رحمه الله. هو قال يا دكتور مصطفى محمود، قال ان انا هو متعود ان هو بينام بالنهار وبيصحى بالليل، يعني هو غير الناس لان هو كان مشغل عقله جامد، يعني ده شغال على عقله جامد. طب ايه اللي حصل يا دكتور مصطفى محمود؟ في حد من اصدقائه اللي هو متعود ان هو يعني يتصل بيه وكده، قال له ايه؟ كان اسمه جلال عشري، ده صحفي. وفي حد تاني اسمه شوقي عبد الحكيم. طيب ايه اللي حصل؟ جلال عشري اتصل بيه الصبح، كان هو لسه نايم، يعني كان لسه صاحي من النوم، فرد عليه ايوه، فهو حس ان هو لسه نايم، فقال له يعني انت نايم، طب خلاص انا ايه هسيبك تكمل نوم، وسابه والمكالمه خلصت خلاص. اللي حصل بعد كده ان الدكتور مصطفى محمود حلم ان الاثنين اصدقائه الصحفيين دول اتقابلوا في شارع سليمان باشا، وكانوا بيقروا بعض الكتب. هو التخيل اللي جاله وهو نايم كده. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قام من النوم، اتصل بصديقه جلال عشري ده، وقال له ان انا حلمت بيك، او ان انا شفتك، انت وشوقي عبد الحكيم في المكان الفلاني في شارع سليمان باشا بتقروا الجرايد او بتقروا كتب او ايا كان بقى الحاجه اللي هم فعلا كانوا بيعملوها. يعني هم فعلا قابلوا بعض في الوقت ده في شارع سليمان باشا، وكانوا بيقروا فعلا جرايد او مجلات او اي حاجه في نفس المكان ده. وهو يعني الدكتور صابوس وصف له نفس المكان ونفس كل حاجه، وقال له انتوا كنتوا بتعملوا، قال له ازاي؟ ما كانش في حد اصلا معانا احنا الاثنين بس، ازاي انت عرفت الحاجات دي؟ فيمكن دي كانت من الحاجات اللي الدكتور مصطفى محمود طبعا تعمق فيها جاد، لكن هو ما قدرش ان هو يتوغل فيها طبعا، اللي هي الحاسه السادسه طبعا، لان موضوع كبير جدا والعقل البشري ما يقدرش يستوعبه قوي، لان يعني هو ما بيخطرش على العقل البشري، لان هي حاجات يعني خارقه، هي مش علم غيب، لان الغيب لا يعلمه الا الله. لكن هي ايه يعني خواطر بتيجي في دماغ الانسان من كتر التفكير، او ان انت قبل ما تنام فكرت في حاجه معينه، مثلا قبل ما تنام فكرت ان انت عايز تروح اي مكان، مثلا رحت عايز تروح مشوار معين وحاطه في دماغك قوي وعمال تفكر فيه وعلى طول بتفكر فيه. طب ايه اللي حصل؟ من كتر ما ذهنك شغال عليه تفكير وانت نمت فحلمت بيه. هو انت اصلا بتحلم بيه ولا انت اصلا اللي بتحلم بيه؟ لا، هي حاجه لا اراديه. فدي طبعا نعمه من ربنا طبعا انعمها علينا. ونعمه بالله. وبالذكر طبعا من اجمل مواقف الفراسه في ذكرت في القران طبعا العزيز حينما قال لامراتي اكرمي ما سواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قصه سيدنا يوسف، كان لسه يوسف، سيدنا يوسف اللي لسه غلام، وهو نظر وشاف ان هو هيبقى ليه شأن. دي اول حاجه. تاني حاجه ابنه سيدنا شعيب عندما وجدت سيدنا موسى فقالت يا أبتي استأجره إنه خير من استأجرت القوي الأمين. دي تاني قصة. والتالتة طبعا امرأة فرعون عندما قالت له إيه يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لسيدنا موسى وهو صغير لما ألقي في اليم.
طيب ده اللي هو في اليقظه. احنا الشق بقى المهم جدا اللي بيشغل ناس كتيره جدا وعايزين برضو ايه يعني نتكلم فيه، اللي هو ارتباط الاحلام بالاموات وازاي انت وارتباط الاحلام ده بالواقع وازاي بيتحقق. طيب طبعا احنا زي ما اتكلمت قبل ما استاذ ربيع يتحدث عن في حاجه اسمها الروح وحاجه اسمها النفس. النفس في ايه في القران بتقول الله يتوفى الانفس حين موتها، يعني اذا النفس هي اللي بتموت مش الروح. الروح زي ما احنا قلنا الدراسه اللي قالوها ان الروح بتتنيها معانا وما بتموتش، فالروح دي حتى بعد وفاه الشخص بتتنيها، فبيقال ان هي الروح دي بتطلع من البني ادم بتتنيها موجوده معلقه في مكان. ولذلك انت ممكن تشوف حد من الميت او حد جاي على فراش الموت بتلاقيه بشايف الاموات، شايف مثلا ابوه المتوفي، شايف اخته، ويقعد يقول انا شفت كذا شفت كذا. ده بيبقى برضو من علامات ان هو خلاص يعني ابتدى في سكرات الموت. فيبقى اذا الروح ما بتخلص، الروح بتاعت الشخص اللي بيتوفى بتبقى موجوده في مكان لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي بيتوفى؟ هو النفس. النفس انت لما بتنام حضرتك ده خلاص بتموت، ده اسمه موت صغرى بتموت. فربنا سبحانه وتعالى بيرجع الروح دي لناس تانية، بيرجع النفس دي لناس تانية بتقوم وتكمل حياتها عادي وبتكمل شغلها عادي لغايه ما يجي لها اجلها وخلاص بتموت خالص النفس. طب ايه الدليل على الكلام دوت؟ طبعا في ايه صريحه في القران، الله يتوفى الانفس حين موتها فيقضي الذي فيمسك التي قضى عليها اجلها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. طبعا دي ايه مذكوره في القران ومعروفه. طيب احنا كان معانا اتصال تليفوني، كان معانا اتصال تليفوني دكتور احمد الجار، يعني كنترول يجهزه لنا بقى طبعا حد متخصص وهيفيدنا في الكلام الادله اللي احنا جبناها دي. فنكمل النفس. طيب النفس بقى لما بتطلع من الشخص اللي هو نايم بتطلع بتلتقي بالارواح الناس المتوفيه الاخرى، فلذلك انت ساعات بتشوف اموات ويوصلوا لك حاجه او يقولوا لك على حاجه. طيب ايه كلامك دوت؟ هل الكلام ده فعلا الاحلام دي ممكن تتحقق؟ طبعا الاحلام دي في منها ثلاث انواع. في اللي هو الرؤى، اول حاجه الرؤى دي هتحلم بحاجه لازم هتحصل بقى على المدى القريب او المدى البعيد. هجيب لكم قصص ونجيب لكم حقائق حصلت. وفي حاجه تانية اسمها ادغاص احلام، انت بتحلم اي حاجه وخلاص، اي حاجه عابره متعلقه في ذهنك فبتنام فبتحلم بيها. ثالث حاجه اللي هي الكوابيس، والكوابيس دي من الشيطان، اللي انت بتحلم مثلا ان انت في مكان بعيد هتموت، في مكان حد بيخوفك، حد ده اسمه كابوس، والكابوس ده بيجي من الشيطان. طب نرجع لاول حاجه الرؤى. ايه الرؤى؟ الرؤى دي بتيجي يا اما ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك حاجه هتحصل لك بعد يوم، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 40 سنه، بعد 50 سنه، دي على المدى البعيد، او بيبقى في حاجه بصيغه الامر. طيب الكلام ده دليلك ايه؟ اول حاجه بالرؤى طبعا قصه سيدنا يوسف عليه السلام لما قال يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصر رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين، وهكذا الى اخر الايه. الرؤى دي اللي هو شافها تحققت بعد اكتر من 40 سنه من ان هو شافها بكل حاجه فيها، ان هو فعلا 11 اخ ليه بيسجدوا له والشمس والقمر ابوه وامه، وحدثت يعني رؤى حدثت فعلا. طيب في حاجه تانية ذكرت ان في حاجه حصلت فعلا؟ طبعا اللي هو ملك مصر اللي هو بيقال اخناتون لما راى اني رايت احد سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، لما شاف سبع سنين هيبقى فيها وفر من الخير وبعدها سبع سنين تانية هيبقى فيها الدنيا مجاعه وفي يعني احنا معانا بقى وفي سنه ما بينهم. وصلنا للدكتور احمد جوهري، اهلا بك يا دكتور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور احمد، منورنا النهارده. اهلا بحضرتك استاذ ربيع، واهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك يا دكتور؟ يعني احنا طبعا موضوع حلقتنا النهارده يا دكتور كنا طبعا محتاجين حضرتك معانا طبعا قبل الاسئله ان نرحب اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، فطبعا الموضوع كان احنا محتاجينك جدا معانا النهارده عشان في اسئله نسالها لك للجمهور، الناس تعيش معانا اللي احنا بنقوله. فاول سؤال ممكن اسالك بقول لك هل يمكن؟ انا يشرفني جدا ان شاء الله، ويعني باذن الله كده يعني نقدر نوضح بعض النقط بشكل كويس. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عايزين نعرف، انا بس سامع بعض الخلفيه الصوت تقريبا من الكنترول روم، فلو ممكن ابقى سامع حضرتك بس يكون افضل، لان في صوت من الكنترول روم وصلني. خلاص هنظبط الاتصال ونعود الاتصال بحضرتك. الكنترول يظبط؟ لا هو موجود معانا، هو موجود معانا. معانا يا دكتور؟ الو؟ قطع؟ اه
فنكمل لغايه ما يعود الاتصال تاني الدكتور احمد الجواري، دكتور اخصائي. الو، شوفوا كده تاني. الو، معانا دكتور محمد؟ انا سامعكم دلوقتي اوضح. تمام كده؟ اه تمام كده، الصوت اوضح كتير. طيب دكتور احمد، انا كنت عايزين نسالك، نقول لك ايه اللي يعني التخاطر والحاسه السادسه عند بعض الناس. يعني في ناس عندها تخاطر وحاسه سادسه، او الناس عايزه تعرف ايه الفرق بينهم. يعني عايزين نعرف ايه الفرق بين الحاسه السادسه والتخاطر. هو خلينا نقول ان الحاسه السادسه او التخاطر او الاستبصار او الجلاء البصري، كل دي مفردات او مرادفات لبعض. يعني هو المسؤول عنهم مكان معين في المخ اسمه الغده الصنوبريه. دي يعني بيطلق عليها بعض العلماء العين الثالثه، لان هي بتدي بعض الكشف. يعني ايه كشف؟ يعني بتخلي الانسان عنده قدره انه يشوف بعض الامور اللي ما يقدرش يحسها او يشوفها بالحواس الخمسه. فدايما نقول ان التخاطر هو عباره عن انتقال، يعني ونوع من انواع التواصل او انتقال وتوصيل افكار وصور ذهنيه من شخص لشخص، ليس من خلال الحواس الخمس ولكن من خلال موجات كهرومغناطيسيه للعقل. وبالتالي الموضوع ملوش اي علاقه خالص بالحواس الخمسه. وعشان كده بيسموها العين الثالثه، لانها بتدي نوع من انواع الجلاء البصري او الاستبصار او التخاطر او الحاسه السادسه او الحس، زي ما حضرتك تفضلت يعني. تمام دكتور. طب يا دكتور، احنا عايزين يعني نسال حضرتك، هو يعني ليه الحاسه السادسه بتبقى قويه جدا مرتبطه ما بين الام وابنائها، او ما بين الازواج، او ما بين التوام؟ وفي نسبه كبيره جدا يقال ان الستات نسبه الحاسه السادسه عندهم اكتر من الرجاله. هل ده ليه ارتباط مثلا بعوامل جينيه، بعوامل وراثيه؟ هو خلينا نتفق ان اكيد وجود عامل جيني بين اي فردين. يعني زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وقلت مثلا بين ام او اب وولاده، او الام وولادها، يعني بين طبعا التوأم المتطابق او الايدنتيكال توينز، طبعا بيبقى الفرص اعلى جدا، وبالتالي دي بتبقى مساحه اكبر او اسهل في حدوث التخاطر. طبعا ده بالتاكيد، لدرجه ان هم عملوا بعض الاختبارات فعليا، بس طبعا ما بيعملوش ده على البني ادمين عشان ما بيعرضوهمش للخطر، بس عملوها على بعض الحيوانات، وخدوا يعني عملوها تحديدا على سلاله في الارانب. خدوا الارنب او الارنبه الام وحطوها في مكان، وبعدين خدوا اولادها وحطوهم في مكان بعيد جدا عنها، وعرضوا او يعني اولادها للخطر. في كل مره ابن من ابناء الارنبه الكبيره اتعرض لخطر، كان بيحصل نوع معين من الموجات في مخ الارنبه الام. ده كان يعني احسن مثال، يعني بيأكد فكره ان حقيقي بيحصل تواصل او تخاطر بين بعض الكائنات الحيه، حتى مش بس البني ادمين. ده ان كان ده بيحصل في الحيوانات، فما بالك بقى طبعا البني ادمين. ممكن يكون الموضوع يعني واخد شكل اكبر، وطبعا المسؤول عنه في البني ادمين تحديدا هو الغده الصنوبريه. تمام. طب وهل الغده دي يا دكتور مرتبطه يعني مثلا بيقال ان لما حد بيحس بالشخص المرتبط بيه ان حصل له حاجه، بيبقى ليه نغزه في القلب او جفن عينه، في مشاكل، فايه برضو رابط؟ لا هو الحقيقه الموضوع ده يعني خلينا نفصل بين حاجتين، عشان كلام حضرتك مهم جدا. في شريحه من الناس عندهم طريقه تفكير بنسميها الورست كيس سيناريو. يعني ايه الورست كيس سيناريو؟ يعني هم عندهم درجه من القلق والتوتر اعلى شويه، فدايما او يعني كثيرا ما بيكون عندهم توقع لبعض الاحداث السيئه اللي قد يصادف انها تحصل، لان وارد ان تحصل احداث سيئه سواء توقعوا او ما توقعوش، وكثيرا برضو ما يعني ما بتحصلش. ففي شريحه من الناس اللي ممكن يقول لك انا لما جفن عيني يعني بيحصل فيه هزه معينه، يعني بقول كده ايه اللهم اجعله خير، او بحس ان في حاجه وحشه هتحصل. لا، ده نوع من انواع القلق او التوتر
ده ملوش اي علاقه بالتخاطر اللي احنا بنتكلم عليه. بسبب بقى، لان انا برضو كلام حضرتك ده في غايه الاهميه. خلينا نتفق ان التخاطر عشان يحصل ليه شرط رئيسي جدا 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 جدا، وبدونه لن يتحقق التخاطر. تمام. وبالمناسبه اي شخص ممكن يعني يعمل تخاطر مع شخص اخر، طبعا، بس طبعا ما بيجيش من اول مره وبتحتاج محاولات كتيره. والشرط الرئيسي اللي انا باكده على حضرتك ايه هو؟ الصفاء الذهني، الاسترخاء النفسي والجسدي، التركيز العالي جدا على الرساله اللي انا عايز ابعتها وبتكون في صوره ذهنيه، والتركيز العالي جدا على الشخص اللي انا هبعت له الصوره الذهنيه او هبعت له الفكره في ان انا اتخيل صورته بتفاصيلها. وده طبعا معناه ان انا في الوقت ده ببقى بفكر، ما بفكرش في اي حاجه تانية خالص. يعني دايما يقول لك التفكير في اللا شيء هو اللي بيوصلك لحاله الصفاء الذهني او الاسترخاء النفسي. عشان كده كتير من اللي بيعملوا التامل او المديتيشن هم الاقدر على يعني ايه التخاطر والحاسه الشتى والجلاء البصري. يعني كل دي مسميات او مرادفات لنفس الشيء. فزي ما حضرتك تفضلت مشكورا وقلت، الناس اللي عندهم يعني ركشه في العين او احساس كده بالشرقه مثلا، فيقول لك ده في حد بيجيب في سيرتك. يعني ده ملوش اساس علمي، ده ملوش اساس علمي ليه يعني نهائي، ليه علاقه بالتخاطر. لكن ده ليه علاقه بان الاشخاص دول اكثر توترا، وده يتعارض مع فكره التخاطر، لان التخاطر بيحتاج اشخاص اكثر استرخاء واكثر صفاء ذهني. يعني هي حاله من حالات يعني الهدوء النفسي اكتر بكتير من ان هو يكون فيه قدر من التوتر. تمام. طب قبل ما يعني قبل ما نخش على الشك بقى الاحلام وارتباطه بالواقع، في معلش سؤال برضو جه في ذهني دلوقتي حضرتك. ساعات بيحصل ساعات بيحصل ان البني ادم بيقابل اي شخص تاني وهو واقف معاه بيتخيل الموقف اللي هيتقال او الكلام اللي هيتقال، فهل دوت ليه علاقه بقى بالروحانيات ولا ليه علاقه بالعقل الباطن؟ عايزين نوضح برضه. هو الاول اللي بيسال السؤال ده استاذ ربيع ولا استاذ محمد؟ محمد استاذ محمد. انا سعيد بسؤال حضرتك. ربنا يبارك فيك. وبشكر استاذ ربيع على سؤاله. يعني ربنا قبل كده خلينا نقول تحديدا الشق اللي حضرتك بتحكي عنه ده ممكن يصادف تخاطر، لكن في الواقع انا بميل لان انا اشوفه اكثر نوع من انواع الفراسه او يعني قراءه لغه الجسد. ولان انت عارف حضرتك يعني دلوقتي لو تخيلنا مثلا ان ايه، ان اب راجع من بره داخل البيت، تمام، مراته وولاده لو بصوا في وشه هم مش يقدروا يعرفوا هو مبسوط متضايق غضبان زعلان، مش يقدروا يستنتجوا ده. هيقدروا طبعا لان طبعاً. بالتكرار هم شايفينه كل يوم بيزينه. برافو عليك. فبالتالي في حاجات بيحددها التون بتاع الصوت، لغه الجسد. اتفضل. ايوه لو طبعًا. اي حد داخل بس انا يعني غريب بيبان ان هو تمام. السؤال اللي كنت هساله حضرتك برضو يا دكتور، معلش يعني عشان الحته دي مهمه جدا، انا بتكلم مثلا لو حضرتك في موقف، يعني انا مثلا انا قاعد انا وربيع دلوقتي، انا ممكن طبعًا. يعني بيجي لي تخيل ساعات، مثلا في بعض الاشخاص بيسالونا كده بيجي له تخيل ان ربيع هيقول ايه وفعلا قبل ما يقول، وبنفس الكلام بنفس الحروف بنفس الموقف بنفس كل شيء، حتى لو حد معدي من جنبه او حد بيعمل حاجه بيحصل الموقف بالظبط. فهل ده سؤال مهم؟ ده هل ده تخاطر ولا لا؟ الاجابه هنا هتكون حاجه من اتنين. هل حضرتك معتاد تشوف استاذ ربيع واعتدت تعمل معاه على مدار اسابيع وشهور سابقه، فبقيت في بينكم كيمياء وهارموني وفاهمين بعض وفاهم الصيغه اللي استاذ ربيع بيكون بيها السؤال والصيغه اللي بيحب يعني يعمل بيها الحوار، فساعتها ده ممكن يكون استنتاج من باب تشغيل العقل، وهنا يبقى حضرتك من اصحاب العقول اللي يعتبر عندهم سرعه بديهه، وسرعه البديهه بتخلي حضرتك تبقى عندك قدره على التنبؤ، ودي مهاره عقليه عاليه جدا ملهاش اي علاقه بالتخاطر. عارف فاهمني ازاي؟ لكن لو حضرتك بتحدثني عن شخص اول مره تقابله واول مره تتعامل معاه وحصل معاه نفس الموقف ده، لا هنا الامر قد يحتمل التخاطر، لان هو التخاطر الى حد كبير بيحصل لما يكون الشخصين في مكانين مختلفين وبعاد عن بعض. لكن اللي حضرتك بتحكيه اعتقد يعني مبني اكتر على قدره حضرتك العاليه على التحليل وعلى التنبؤ وعلى التوقع من خبراتك ومن تعاملاتك السابقه مع استاذ ربيع. تمام يا دكتور احمد، يعني احنا استفدنا من حضرتك كتير النهارده والناس استفادت منك كتير النهارده،
ومتشكرين جدا على المداخله الجميله دي، ويعني وان شاء الله نحاول نعمل لقاء مع حضرتك تنورنا طبعا، وتوعد الناس ان انت ممكن تجي برضو ان شاء الله تنورنا في الاستوديو. على رأسي، شرفنا جدا، وان شاء الله كده تكون يعني كل الحلقات مفيده ومثمره، وشرف ليا ان انا اكون معاكم النهارده استاذ ربيع واستاذ محمد. شكرا يا دكتور، واحنا شرفنا بحضرتك. شكرا يا دكتور. سلام. في كمان انا عايز احكي لك، يعني احكي للناس قصه كده. طب ممكن قبل القصه، عشان قبل الاتصال. اه طبعا، دي حاجه مهمه جدا. احنا كنا بنتكلم عن الاحلام، وطبعا حلم اللي هو ملك مصر اللي تنبأ، اللي هو 15 سنه سبع عجاف وسبع، يعني هيجي الاول خير، سبع خير وبعد كده سبع عجاف، وبعد كده عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وده يعني حصل بكل شيء، بكل حاجه. وده برضو يعني اذا حلم واتحقق، عشان ما نقولش ان الاحلام للانبياء فقط. يعني هو دوت ملك ومش نبي، فحصل له وتم يعني اللي تنبي بيه واللي شافه حصل. طيب نيجي بقى تاني برؤى بصيغه الامر. طبعا موقف يمكن ما حدش كتير كده بياخد باله منه، او حلم، ودوت احنا بنحتفل بيه كعيد، اللي هو عيد الاضحى، لما الخليل سيدنا ابراهيم عليه السلام قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وسيدنا اسماعيل قال له يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. تخيلوا ان هو شاف في المنام ان هو بيذبح ابنه، يعني يبقى اذا جاله بصيغه الامر، وسيدنا ابراهيم حب ينفذ الامر اللي جاله. يبقى اذا مش كل الاحلام بتبقى اضغاث واحلام، لا، في اضغاث واحلام، وفي طبعا في احلام بتتحقق ورؤى، ولا يا ربيع؟ طبعا 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 طبعا. كمان يعني في بقى قصه جميله قوي عايز احكيها لكم. ملك من ملوك في وقت معين كده عرف ان في حاكم في مكان معين كده بيحكم بين الناس بالعدل، فهو حب يروح يشوف، يعني يتعلم منه ويشوفه بيعمل ايه، يعني عشان يخليه يوصل للدرجه الجميله اللي هو فيها دي. المهم الملك ده خد الناقه بتاعته وراع على البلده دي او المكان ده، وحب يعني يتنكر في زي تاجر بحيث ان هو ايه، يعني ما حدش يعرفه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الملك ده خد الناقه بتاعته ونزل البلد، فقابله واحد اعرج، واحد بيعرج، فطلب منه حاجه يعني يساعده، يعني مساعده. فخلاص الملك طلع اللي فيه النصيب واداهوله. تمام. الكنترول معانا بيقول حاجه. طيب اللي حصل ان الملك ده نزل البلد وقابله واحد اعرج، طلب منه مساعده اداها له. فطبعا بعد المساعده دي كان الملك معاه ناقه، فالمهم الاعرج قال الناقه دي بتاعتي، الملك قال الناقه دي بتاعتي، فاختلفوا مع بعض الاثنين، فراحوا للملك اللي راحوا للحاكم اللي هو اصلا جاي له عشان يتعلم منه. طب ايه اللي حصل؟ خدوا الناقه حطوها في قلب الخيول وقال له ايه، عدوا عليها بكره اكون حكمت بينكم. وهم هناك كان في واحد سمان بتاع سمن يعني، ونجار، كان في مشكلة بينهم على كيس من النقود، أو يعني مجموعة من النقود، ده بيقول إن هي بتاعتي وده بيقول إن هي بتاعتي. طب إيه اللي حصل؟ الملك قال لهم تعالوا بكرة. طب سريعا في عجالة أنا أقول لكم، عشان طبعا نطلع فاصل عشان الأذان. اللي حصل إن الملك ثاني يوم جاب الراجل السمان ده بتاع السمن والنجار، وحكم على السمان بخمسين جلدة، وقال إدوا الفلوس للنجار. طيب حكم بالخيل، قال الملك، هو ما عارفش ان هو ملك، هو عارف ان هو التاجر، قال للتاجر انده على الخيل بتاعتك، فنادى عليها فبصت له فراحت له. قال للاعرج نادي، فنادى عرفها، قال اه عرفها، ده قال لك اه هي دي، وبرده الثاني قال نفس هي دي. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك احكموا على الاعرج بخمسين جلده وادوا للتاجر الناقه بتاعته. طيب الراجل بقى طبعا استغرب ايه اللي حصل، وعرف ازاي ايه اللي بيعمله ده. فراح ساله قال له انا فلان الفلاني، وعرفه بنفسه وقال له ان انا جاي عشان اتعلم منك انت بتحكم بين الناس بالعدل ازاي. قال له والله النقود انا حطيتها في ميه ليله البارحه، يعني امبارح حطها في ميه. عشان ليه حطها في ميه؟ عشان ده بتاع سمن، يعني الراجل اكيد بيبيع سمنه طول النهار، فاكيد النقود دي اتعاصت من السمنه دي، فاحنا عارفين ان السمنه او الزيت لو اتحطوا مع ميه بتطفو على وش الميه من فوق. الراجل حط النقود في الميه، ما حصلش اي حاجه، فيش اي حاجه ظهرت على وش الميه، فخلاص عرف ان الراجل بتاع السمنه كذاب وادى فلوس للنجار. طيب قال له طب انت عرفت ازاي ان الناقه بتاعتي؟ قال له عشان انت لما ندهت عليها بصيت لك وعرفتك، لكن هو لما ندى عليها ما او لو ما شاور عليها، يعني انت ما شاورت لها عملت لك كده فعرفتك،
لكن هو لما شاور عليها ما عرفتوش طبعا. فدي كان مختصر العدل يعني في الموضوع، حبيت احكي القصه دي يعني في الوقت اللي عندنا قبل الفاصل. الجمعية الخيرية الإسلامية بقرية بخاتي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية. تأسست الجمعية عام 1403 هجرية لعام 1983 ميلاديا، وأشهرت بالشؤون الاجتماعية بشبين الكوم. من أعمال الجمعية رعاية الأسرة من خلال الرعاية الطبية وحضانة نموذجية ومكتب لتحفيز إمام أمين الصندوق أستاذ يحيى عبد الونيس الشال، الأمين العام أستاذ سامي أحمد كشك، أعضاء الجمعية أستاذ سعيد محمد العسالي، أستاذ محمد أحمد، أستاذ خالد إبراهيم، أستاذ أحمد النبوي، مدير الجمعية أستاذ شعبان عبد المعطي السحيم. عرضنا التقرير عليكم الجميل ده عن الجمعية الخيرية بقرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. طيب ايه حكاية الجمعية الخيرية في بخاتي؟ الجمعية الخيرية يعني يا ريت كنترول يعرضنا بقى
الفيديو كده عشان نشرحه للناس. الجمعية الخيرية في بخاتي لها دور عظيم جدا، وآخر حاجة عملتها كانت وحدة الغسيل الكلوي، لأن أهل القرية فعلا كانوا بحاجة لوحدة الغسيل الكلوي. طبعا انتوا عارفين ان هذه الغسيل الكلوي دي بتبقى يعني ليها بتبقى متعبة للناس، والناس ما تقدرش تروح في أماكن بعيدة. هي مش بس البخاتي بس، هي لأي حد، أي قرية حوالين قرية بخاتي. طبعا القائمين على العمل، الفيديو ده بيشرح معانا البداية مدخل الجمعية، طبعا لأن احنا حضرنا التصوير ده، احنا اللي مصورينه. فكل حاجة موجودة في قلب الجمعية، إرشادات، تعليمات. بصوا المنظر الجميل عامل ازاي، ومكان الاستراحة بتاعت الناس. دي وحدة التنقية، طبعا تنقية الفلاتر بتاعت الغسيل الكلوي. دي الوحدة دي مسؤولة عن أي حاجة بتخش للمريض، الوحدة دي مسؤولة عنها. الوحدة دي فيها كل حاجة، الخزانات دي بيبقى فيها مادة معينة بتتكرر وتطلع للمريض سليمة ونظيفة ومتكررة ومتراجعة وكل حاجة. طيب نخش بقى على وحدة الغسيل الكلوي بقرية بخاتي. دي لسه الجمعية الخيرية افتتحتها في شهر فبراير 2021، الشهر اللي فات يعني، وبدأت بالفعل تشتغل. دخلنا وصورنا الأماكن دي، غرفة طبيب اللي هو لما أي حد بيروح له بيستقبله في مكان النظيف الجميل اللي انتوا شفتوه معنا ده. طبعا دي وحدة الغسيل الإيجابي، دي بيتم فيها المريض اللي هو ما عندوش، اللي هو عنده فيروس، يعني اللي هو عنده فيروس سي بيغسل في الوحدة دي. فهم عاملين دي الإيجابي، اللي هو عنده فيروس سي بيغسل في الوحدة دي. في كمان بعد الوحدة دي هنلاقي كمان، يعني انا عايز بس اوريكم النظافة اللي هم يعني مهتمين بيها، والمكان الجميل والتكييف. ويعني انا دخلت المكان انبهرت بصراحة، وحبيت الموضوع ده جدا. وكمان يعني ما ننساش برضو ان الجمعية الخيرية لها رقم للتبرع في بنك القاهرة، مش بين الكوم، يا ريت الكنترول يعرضه لنا برضو بعد التقرير، عشان طبعا الناس اللي عايزه حابه تعمل لوجه الله يعني صدقه جاريه ليها، تقدر تتواصل وتتبرع للجمعيه الخيريه ببخاتي. المكان ده طبعا دي الوحده الغسيل السلبي، اللي هو الناس اللي ما عندهاش فيروس سي. زي ما شفنا كده حاجه ما شاء الله نظيفه جدا، جزا الله يعني القائمين على هذا العمل كل الخير. طيب نروح بعد كده هنلاقي العيادات الخارجيه. العيادات الخارجيه في الجمعيه الخيريه بخاتي حاجه على اعلى مستوى ما شاء الله، وهي باجر رمزي، كلها باجر رمزي. طبعا الاسعار في العيادات بره زي ما انتم عارفين غاليه جدا. هروح تلاقي دكتور هتلاقي بيطلب منك مبلغ، لكن العيادات الخارجيه الجمعيه الخيريه عملتها لمساعده الناس بطريقه مباشره، ومتعاقدين مع اطباء على اعلى مستوى، مش عايزين نقول اساميهم يعني، كل واحد جزاه الله خير بأسعار رمزية، وبيقوم بعمله واجبه على أكمل وجه. تمام. فالجمعية الخيرية دي يعني القائمين عليها جزاهم الله كل خير، يعني يمكن قلنا أساميهم في التقرير عشان الناس تعرف قد إيه هم ليهم دور كبير جدا. كمان أنا عايز الكنترول يعني يعرض لنا الرقم، بس رقم التبرع عشان خاطر الناس تتواصل معاه برضو، عشان دي حملة احنا بنعملها برضو كمان عشان الخير، عشان الناس تتواصل ويكون في خير موجود بين الناس. احنا بنتمنى نشوف بقى النماذج دي في كل قرية كده من القرية. طبعا بنتمنى في كل قرية وفي كل مكان في مصر ان يكون في حد يعني بيهتم وبيقدر ان هو يعمل الحاجة الجميلة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، او اللي كنا شايفينها قدامنا دي، لان الحاجات دي مهمه جدا، وربنا يجازي كل مشكورين ان هم قاموا بالعمل دوت في ظل انتشار فيروس كورونا. ودي مخاطره برضو ان يبقى في ناس، لان في ناس كتيره جدا عندها امراض تانية وما لازم يعني مثلا غسيل الكلوي دوت لازم بيغسل في الاسبوع مرتين او ثلاثه. فجزاهم الله خير، وان شاء الله ربنا يكتر من الامثال دي باذن الله تعالى. طبعا احنا في عجاله بقى نتكلم، يعني ملخص كده الحلقه، احنا اتكلمنا النهارده عن الروح وتلقي الارواح والحاسه السادسه والاحلام. فاحنا الروح بتنقسم لقسمين، في حاجه اسمها النفس والروح. الروح طبعا ايه؟ الروح ديت في الاساس هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز فنفخنا فيه من روحنا. يعني ما حدش يعرفها هي ايه، مكوناتها ايه، بتحصل ازاي، بتطلع امتى، بترجع امتى، بتروح فين بعد الموت، لا حد يعلمها. بس المتفق عليه ان الروح ما بتموتش، اللي بيموت هو النفس.
فالنفس لما بتموت الروح بتطلع من الشخص بتبقى موجوده في مكان، ولذلك اللي نايم لما نفسه بتطلع بيلتقي بالروح ديت وبيوصل ما بينهم اتصال وهكذا. على اليقظه بيحصل اتصال برضو واتصال روحاني اللي هو الحاسه السادسه او الفراسه او الاتصال عن بعد، وده في ناس بتنميه وفي ناس بتحاول تعمله كدراسه وتنميه. طبعا ده كان موضوع حلقتنا النهارده، مش هننسى بقى ان احنا نقول حضراتكم كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه ليله الاسراء والمعراج اللي كانت بالامس طبعا. وان شاء الله باذن الله يا ربنا يجعل شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان كده خير للامه الاسلاميه وكل المصريين باذن الله تعالى. فعجالة سريعة، ليلة الإسراء والمعراج هي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى أعطاها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، ويسني فيها وفرض فيها للصلوات، وكانت الصلوات طبعا الإسراء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد الأقصى، ده كلمة الإسراء. والمعراج إن هو أعرج إلى السبع سماوات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى لله عز وجل، وطبعا ما شافش الرسول، ما شافش ربنا سبحانه وتعالى عشان ما حدش يتخيل له حاجه ثانيه. وفي اماكن جبريل وقف عندها وقال له انا مش هينفع اتخطاها، وسيدنا محمد طبعا ايه يعني عدى المرحله دي بس طبعا ما وصلش وشاف، ما حدش ينفع يشوف هيئه الله عز وجل. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي يفكر في ذاته الالهيه لازم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولازم يعيد الشهاده. طيب تم طبعا فرض الصلاه في رحله الاسراء والمعراج، والرسول صلى الله عليه وسلم أم جميع الأنبياء في مسجد الأقصى. فكل عام وحضراتكم بخير، وإن شاء الله يعني بإذن الله ربنا يبلغنا شهر رمضان كده إن شاء الله، وترفع أعمالنا في شهر في النصف من شعبان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني خير يعني يوم النصف من شعبان ترفع فيه الأعمال، وأحب يعني ترفع عملي وأنا صائم طبعا. كل سنه طيب يا ربيع. طبعا كل سنه طيب محمد، ويا رب يعني او بس سنين كتير. مشاهدينا كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا احنا قلنا في عجله معلش وقت الحلقه، وان شاء الله نكون في احسن حال، ورب ان شاء الله نكون فدناكم النهارده بكل اللي احنا قادرين نوصله لكم، وفي حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.